شعارها الذي اخترناه هذه المرة بالقرآن نهتدي وبالقرآن نرتقي، جديدة أيضا في مظهرها حيث كما ترون هذه الشاشة العملاقة التي زينت هذا الحفل باعتبارها أنها يسرت لكل المتابعين متابعة أطوار هذه المسابقة، وجديدة أيضا في مضمونها باعتبار أنها أضافت إلى حفظ القرآن الكريم تفسير بعض الكلمات للمتسابقين وكذلك سؤال عن الحديث الشريف. برنامج حفلنا هذا
يتضمن ثلاث محاور: محور الكلمات، ومحور فيديو سيتولى فيه نتعرف على نشاط الجمعية طيلة هذه السنة قبل اختتامها، ومسك الختام طبعا تكريم المتسابقين وهو أهم عنصر في هذه الدورة. إذن في البداية مع الكلمات نبدأ بكلمة الختام يلقيها علينا فضيلة الشيخ مراد جدلي ليتولى تقديم هذا الحدث. الرجل اعترفت المتحصلين على المراتب الاولى الالتحاق باماكنهم. الرجاء وكافه المتحصلين على المراتب الاولى في مختلف الفروع الالتحاق في اماكنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة وأتم تسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الحفل الختامي من المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره والحديث النبوي الشريف والقراءات في دورتها 11. هذه الدورة متميزة بضيوفها، وهم المشايخ الفضلاء من لجنة التحكيم، جزاهم الله كل خير على ما قدموه في هذه الدورة المتميزة. هذه الدورة كما هو موجود على الشاشة بالقرآن نهتدي، وكما قرأ الحاصل على المركز الأول في فرع القراءات الآيات الكلمات: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن كما تعلمون هو كتاب هداية لمن يبحث عن الهداية، لمن يبحث عن السعادة، لمن يبحث عن الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالقرآن نهتدي وبالقرآن نرتقي، وذلك عملا بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يقال لصاحب القرآن، هاي الجائزة العظيمة اللي بشتكون يوم القيامة، كما قال الشيخ متولي الشعراوي: هذا الذي ترونه من حفاوة ومن يعني تجهيزات، قال هذا إعداد البشر للبشر، فما بالكم بإعداد رب البشر للبشر. فضل الله عظيم. هذا التكريم هو تكريم دنيوي، التكريم في الآخرة ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وين المنزلة متاعك؟ هاي الجائزة العظمى، هذه الجائزة العظمى. فإن منزلتك فين؟ عند آخر آية تقرأها. كل ما يقرأ آية يرتقي بها درجة في الجنة، حتى يكون فين؟ حتى يكون بجوار الحبيب المصطفى صلوا عليه. إن شاء الله هذا الجمع الكل اللي حضر في هذه الليلة يكون الكل بجوار الحبيب المصطفى، اللهم آمين. اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على مائدة القرآن، على التنافس في أعظم رسالة، رسالة الوحي، وهي القرآن العظيم ختامه مسك كما تشاهدون على الشاشة، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
فما أعظمه من تنافس. وهنيئاً لحفظة القرآن الكريم بهذا التكريم الدنيوي، وإن شاء الله تعالى يكون التكريم الأعظم بجوار الحبيب المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هنيئاً هذا الحضور، إن شاء الله هذه الدورة كانت يعني متميزة كما ذكرت بضيوفها وبالحضور فيها، فإن شاء الله ربي يتقبل منا جميعاً هذا العمل. وهذا العمل هو أفضل حاجة قدموها في هذا الشهر في ميلاد الحبيب المصطفى، فقد اجتمع في هذا الشهر شرف الزمان وشرف المكان. فشرف الزمان هذا الشهر ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشرف المكان أننا مجتمعون في بيت من بيوت الله، وهي أفضل بقاع الأرض كما ذكر ذلك العلماء. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذه روضة من رياض الجنة. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ في رواية قال حلق الذكر، وفي رواية قال المساجد. فهنيئا لكم هذا الحضور الذي تحفه الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى وتغشانا الرحمة، وإن شاء الله يذكرنا المولى عز وجل في الملأ الأعلى باللسم. كل من جاء هنا واحضر معناتها في هذا الحفل هنيئا له، يتسجل اسمه، لأنه في الأخير هو الصفاء، الصفاء، لأن المولى عز وجل قال ثم أورثنا، أورثنا، هذا الموروث هو القرآن، أورثه الله عز وجل في هذه الأمة الكتاب الوحيد 600 صفحة يعني اصطفاها المولى عز وجل لهذه الأمة. فماش كتاب على وجه الأرض يحفظه الناس مثل القرآن، القرآن محفوظ 600 صفحة، تلقاه أعجمي ما يتكلمش العربية، تقول له السلام عليكم كيف حالك ما يجاوبكش، أما تقول له أقرأ من كذا يقرأ، هذا من الإعجاز. وتلقاه أحيانا مريض بالتوحد ما يفهمكش، لكن لما يقرأ القرآن سبحان الله. فالذي تكفل بحفظ هذا القرآن في صدور هذه الأمة هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا هو الموروث، أورثه الله وأودعه الله في شباب القرآن، في شباب تونس. إحنا يلزمنا نفرح بهم، رأى وقت نقول 47 حافظ للقرآن الكريم، رأنا يلزمنا نفرح بهم ونشجعوهم ونعطيهم المكان التي تليق بهم. ساعات بعض الناس يقول لك والواه هذايا، والواه الشيء اللي تعملوا فيه هذايا، يحبوا القرآن والمشايخ تراطر ما عندهم حتى وزن في المجتمع. لا، القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعطاه الله القرآن ورأى أو ثم رأى أن أحدا أعطي مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله عز وجل. أرفع راسك بالقرآن، حفظة القرآن لابد أنهم يكونوا في المقدمة، ما يكونوش آخر الناس اللي يأخذوا رأيهم ويشاوروهم. لا، القرآن يلزمنا نعطيه المكانة. وقت اللي تبدأ مسابقة يلزمها تولي ثقافة عندنا في تونس. كيفاش يبدأ ماتش بتاع كورة؟ الناس في الصف قبل بساعتين وبثلاث، وفي القهوة يقعد 3 ساعات و4، وفي مجالس القرآن نبدأ. لا، حضورنا يدل على إقبالنا على القرآن وعلى محبة القرآن وعلى محبة أهل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن شاء الله هذا الجمع الكريم الكل رجالا ونساء الكلكم إن شاء الله من أهل القرآن، إن شاء الله كلكم من أهل القرآن. في الختام أشكر حقيقة أولا المولى عز وجل أن وفقنا لإقامة هذه الدورة، ثم أشكر أعضاء لجنة جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان، الأعضاء الكل اللي حقيقة قدموا يعني هذا اللي تروا فيه هذه الدورة الناجحة، كل هذا يعني جهود بتاع يعني جنود خفاء. ثم ناس يقول لك أنا محبش نظهر، ولكن ربي يبارك لهم، وإحنا شو نقول لهم؟ نقول لهم جزاكم الله كل خير. اللي يقول أخي جزاك الله فقد استوى، فنحن نقول لهم جزاكم الله كل خير، جنود الخفاء. أيضا نشكر لجنة الإعلام ولجنة التنظيم وكل
كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل القرآني. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. وأخص بالذكر الأستاذ أكرم، ربي بارك فيه، أكرمنا بهذه الشاشة وبالإعداد لهذه الدورة، ربي بارك فيه. لازمنا نشكر الناس، من صنع لكم معروفا فكافئوه، ها؟ فإن لم تكافئونه أو فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، فنحن ندعو له. كل إنسان يخدم القرآن ويشجع حفظة القرآن ويحب أهل القرآن في المقدمة، ربي يجزيه كل خير، واللي ما هكايا في قلبه كذا ربي يهديه. فإن شاء الله ربي يبارك في الناس الكل، إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى حد، واللي نسيته ربي يبارك، ربي يبارك في الجميع. وأختم يعني بشكري المتواصل لأخي الأستاذ الفاضل سي محمد عبد الصمد ثريا، صاحب شركة الياقوت للسياحة والأسفار، على دعمه المتواصل لهذه المسابقة القرآنية. بارك الله فيكم جميعا، سامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا بديل الشيخ مراد. في الحقيقة لا يمكن أن لا ننوه بمقام به الشيخ مراد جدلي في هذه المنطقة، وأنا أعيد ما أقول، إذ ما حصل فيها من تحول في النشاط الديني منذ أن دخل هذه المنطقة ومنذ أن أسس هذه الجمعية، كل المتسكنين يشهدونه بذلك، فجعل هذا كله في ميزان حسناته. إذن البرنامج بتاعنا برنامج دسم، واسمحوني فقط بأن أطلب الإجازة، كل الإجازة، حتى نأتي على كل فقرات البرنامج هذا. ضيفة عزيزة تحل بيننا هي مديرة الشؤون الدينية بابن عروس السيدة فضيلة جملي، فلتتفضل بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، وسنتولى تكريمها أثر ذلك رفقة السيدة سعيد الحاج التي الواعظة المحلية بالطبع، والتي كانت دائما في إعانتنا في هذه المسابقات. وشكرا. تفضل فضيلة. سلمني محمد عبدالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة الحضور الجميع، مرحبا بالمشايخ الأفاضل الأشرف على هذه الدورة، مرحبا بلجنة التنظيم وكل الإثارة القائمة على هذا الإثار. ربي أكرمكم جميعا بتنظيم مثل هذا اللقاء لحفظة القرآن الكريم، إن شاء الله ربي ينورنا بهم، إن شاء الله ربي يحفظهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. احنا الحمد لله عندنا شباب ما شاء الله يقبل على حفظ القرآن الكريم، وصراحة هنيئا لهم ولوالديهم يوصلوا يحفظوا القرآن، ما شاء الله يعني توضوا في صدورهم، ينوروا به أهليهم، ينوروا به المساجد والجامع مع المتقين. الحمد لله اللي عندنا شباب في تونس ما شاء الله، إقبال ما شاء الله في جميع المساجد. الحمد لله اللي شبابنا بالقرآن يهتدي، وبالقرآن إن شاء الله ربي ينوروا طريقه. الحمد لله اللي عندنا احنا طاقات تونسية ما شاء الله، هما احنا خدينا المشعر على المشايخ، وهم مشاهدوا علينا المشعر حول الله والطريق متواصل، إن شاء الله من جيل إلى جيل دائما نسعى لحفظ القرآن الكريم. ربي يبارك لكم وربي ينوركم، واحنا فرحانين بكم برشا، وإن شاء الله كل عام نتوجوا أجيال، نتوجوا مجموعات جديدة تخدم القرآن الكريم لتنويرنا في المساجد في أي ملتقيات الكريم. شكرا لكم جميعا وبارك الله. شكرا لك انك تبقي معنا فضيلة السيدة فضيلة لنتولى تكريمك من طرف الشيخ مراد جدلي شهادة تقدير بهذه المناسبة. تلحق بنا أيضا الأخت السيدة سعيدة الحاج الواعظة المحلية لنتولى أيضا تكريمها. إذن السيدة فضيلة لك أن تكرمي وتقدمي شهادة التكريم مع
السيد مراد للأخت فضيلة لما تقوم به في هذا المجال. شخص نعتز به كثيرا وصاحب الأيادي البيضاء، هو راعي هذه المسابقة منذ أن تأسست، فضيلة السيد محمد عثمان الثرية رئيس ومدير شريك اليقود الذي كان دائما في رعاية هذه المسابقة، بل أنه وصل به الأمر إلى أن يلتزم بأن يكون رعايته لهذه المسابقة من طرف الشركة لا فقط في حياته أطل الله حياته ومتعه بالصحة، بل وحتى بعد ذلك قال كوصية سأجعل دائما الشركة في خدمة هذه المسابقة. فليتفضل لإلقاء كلمة بيننا بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أنار الله به طريق الهدى واليقين وأنزل عليه كتاب مبين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل حمدا يوافي نعمه وأشكره شكرا متواصلا على ما من به علينا وشرفنا بالقرآن وبأهل القرآن وسخرنا بالاستمرار بدعم هذه المسابقة المباركة وبتشجيعنا لهؤلاء المتسابقين الذين شنفوا أسماعنا بالتلاوات المجودة، ونحن نرى هذا النجاح وهذا التطور الكبير والذي لمسناه عاما بعد عام في هذه المسابقة، ونرى هذا الجهد الجبار. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس هذه الجمعية المباركة، جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله، أخي الشيخ مراد الجدي، ولجميع الإخوة الأعضاء أعضاء الجمعية المباركة. وما كان لهذا النجاح أن يتحقق ويستمر لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم ترابط وتماسك وإخلاص العاملين في هذه الجمعية المباركة والذين يعملون بروح الفريق الواحد أسرة واحدة، فأشكرهم فردا فردا وجزاهم الله خير الجزاء. إننا في شركة الياقوت للسياحة والأسفار نشعر بسعادة غامرة ونحن نشارك ونساهم بدعم هذه المسابقة والذي هو باب من أبواب أعمال البر، وتأكيدا لدور الشركة التي هي جزء من المجتمع التونسي وتعمل في إطاره وتؤمن بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية في خدمة هذا المجتمع ودعم أنشطة الجمعيات المرخصة والتي تنشط تحت مظلة دولتنا الحبيبة، والتي من شأنها أن تشكل إعفاءً وتشجيعاً على العناية والتمسك بالقيم والاهتمام بالقرآن الكريم. وإن من ثمار هذه المسابقات من نراهم ولله الحمد
أئمة في مساجدنا ومعلمين للقرآن الكريم، ومنهم من شارك في المسابقات الدولية ومثلوا تونس خير التمثيل، أحرزوا مراكز متقدمة ونالوا إعجاب الجميع. في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الدينية ممثلة بوزيرها الدكتور إبراهيم الشابي وللرابطة الوطنية للقرآن الكريم على الإشراف والاهتمام المتواصل الذي تحظى به المسابقات القرآنية في بلادنا وعلى جميع المستويات، وذلك لتحفيز الناشئة على الإقبال لتعلم كتاب الله وحفظه وتلاوته، وتشجيع الأجيال على التمسك بآدابه والتحلي بأخلاقه والعمل بأحكامه، وتعزز القيم الإسلامية التي تقوم على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف وكل ما يفسد حياة البشرية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيد عصمت، ابقوا معنا لنتولى تتولى الجمعية. إذا تقديم يشرفها تقديم درع الجمعية، لها يقدمه السيد مراد جدي رئيس الجمعية ورئيس الرابطة الجهوية لحفظ القرآن الكريم بولاية بن عوس. إذن الفقرة الموالية في برنامجنا هذا تتمثل في عرض شريط فيديو لمدة ربع ساعة نستعرض فيه نشاط حفل اختتام جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان بمناسبة اختتام نشاطها السنوي للسنة المقبلة. من الأسباب التي جعلت مسابقتنا في مختلف دوراتها ناجحة والحمد لله وأعطاها من المصداقية والجدية إشراف ثلة من المحكمين على مختلف دوراتها، محكمين من ذوي المكانة العلمية ومن الدرجة المعرفية، ما جعل كل المتسابقين والحمد لله لا فقط يهتمون بها ولكن يستفيدون من ملاحظاتهم الرشيقة والدقيقة ومن أسلوبهم البدهوجي في هذا. وأقل واجب نحوهم أن نتولى تكريمهم بهذه المناسبة. وفي هذا يحق لنا أن نكرم أولا الشيخ محمد الغايس، فليتفضل. هؤلاء المحكمون لم يبخلوا عنا في كل مرة، يعني في الحضور بيننا طيلة يومين كاملين، فشكرا لهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. إذا فضيلة الشيخ مراد وفضيلة السيد عبد السمان ثريا، فليتفضل. التكريم يشمل أيضا فضيلة الشيخ محمد الأطرش.
بالمناسبة، وقد رأيتم أن هذه الدولة اكتسبت حلة جديدة، حيث أن شركة خاصة تمثلت في مديرها السيد أكرم لمين تولت الإشراف على التجهيز الفني لهذه المسابقة من كل جوانبها، وخاصة من حيث هذه الشاشة العملاقة التي نراها بيننا. وليتولى السيد أكرم لمين تسلم هذه الشهادة تقديرا على هذا المجهود الذي قام به. يا سلام يا سلام، هنيئا هنيئا يا سي أكرم. إن شاء الله بالبنين والرفاه. طيب، إذا أيضا من أسباب نجاح تنظيم مسابقتنا هذه إشراف لجان أصبحوا مختصين في هذا يعني الجانب، ولهم فضل كبير على نجاح الدورة من حيث التنظيم ومن حيث الإعلام. نبدأ بلجنة الإعلام والمتمثلة في كل من السيدين معز يوسف ولسعى جروق لتكريمهم أيضا، ويحق لنا تكريمهم بهذه المناسبة. لابد لها من لجنة التنظيم تسهر على مختلف فقرات البرنامج، ونجاح الدورة يتمثل في تنظيمها، نجاح على مستويين، نجاح محتوى وهذا يعني يتبع يعني المشاركين، ونجاح أيضا للساهرين على التنظيم. وفي هذا المجال ندعو كل من السيد نبيل كريم فليتفضل باعتباره أحد أعضاء لجنة التنظيم. سي نبيل. سي عبد العزيز الثاني، وهو يسهر على كل جزئيات التنظيم من ألفها إلى يائها صباحا مساء. والشخص الفاضل الساهر والذي تعودنا به منذ دورات الأولى الشيخ عبد المنعم شمنكي، الذي في نفس الوقت كان له فضل كبير على تنظيم يعني الدورة. هذه الأم سهرت على تربية أبناء بناتها وتحفيظهم القرآن الكريم، وكانوا دائما في كل مرة من فرع إلى فرع يتميزون بهذا الحفظ وحتى بذلك التفوق. أقصد بهذا الأخت ناجسي أم كل من خديجة ونور الهدى وزينب، ولها فضل كبير من هذه الناحية
نقدم لها كل الشكر والتقدير والتبجيل لهذا المجهود الذي تقوم به صباحا مساء مع بناتها حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من الحفظ والاهتمام. ناجي بن شبل رأيت بأم عيني كيف أن البنت الكبرى تهتم بالبنت الصغرى اللي تحتها، والبنت الصغرى تهتم بأختها التي هي أصغر منها في التحفيظ، والأم خديجة هي التي تشرف، الناجي عفوا هي التي تشرف في كل هذا. شكرا. إذا ناجي جبيل العجبوني. الحمد لله فعلا العجبوني أصبحوا معروفين عندنا والحمد لله، ولا يغبنا عن أي مسابقة من هذه المسابقات، وكانوا في كل مرة والحمد لله يعني التتويج ينال على الأقل بعضهم. إذا نأتي الآن إلى مسك ختام هذه الدورة التي تحوم حولها كل هذه المسابقة، وهو تكريم الفائزين المتوجين في هذا. في هذا المسابقة إذن تضمنت 5 فروع إلى جانب فرع جديد هو فرع القراءات. ونبدأ بفرع 15 حزب. في هذا ننادي للبنت يسرى الدريدي التي تحصلت على المرتبة الثالثة في الفرع 15 حزب. سيدة بن خيون والسيد نوتين العجرودي ليتفضل لتقديم جوائز هذا الفرع. زينب العجبوني تحصلت على المرتبة الثانية في فرع 15، وهي كما قلت هي ابنة الأم المثالية التي كرمناها منذ حين، الأخت ناجية ما شاء الله. والمرتبة الأولى كانت من نصيب ياسين عجاج. شكرا. أدعو الآن كل من السيدين نبيل كريم وحمادي ترجمان ليتولى تكريم الفائزين في الفرع 20 حزب. في هذا الفرع المرتبة الثالثة كانت من نصيب الشاب إبراهيم بسرور. المرتبة الثانية من نصيب رنيم الشماخي. والمرتبة الأولى هي من نصيب الشاب عدنان بن عبد الله. طيب أدعو أعضاء الجمعية سي هشام الوالي وسي معز يوسف ليتوليا تقديم وتكريم الفائزين في الفرع 30 حزب. سي هشام تفضل. المرتبة الثالثة كانت من نصيب عبد الودود سنجو.
والمرتبة الأولى كانت من نصيب محمد آدم المعموري، علما أن كل هؤلاء الفائزين تحصلوا على مبلغ مالي يقابل 300 دينار. خميس عجوز إمامنا الخطيب والسيد جمال النابلي الكاتب العام للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ليقدم جوائز الفرع 45. المرتبة الثالثة هي من نصيب البنت نور الهدى العجبوني، ابنة الأم المثالية التي قمنا بتكريمها منذ حين. نور الهدى المرتبة الثانية هي من نصيب هند العوابي، وصاحب المرتبة الأولى المتفوق محمد الصادق الكشباتي. طيب يا بالمناسبة أدعو فضيلة الشيخ في جمال النابي أن يتقدم لي يتولى إلقاء كلمة بهذه المناسبة نتشرف بها. ما شاء الله. أحب أن أشكر جميع مشايخ لجنة التأهيل، وأريد أن أشكر أمي وأبي الذين ساعدني على حفظ كامل القرآن، وأريد بهذه المناسبة أكرم أختي
شكرا. ما شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحللتم أهلا ونزلتم سهلا في هذا الرحاب الطاهر، ازدانت بكم بيت الله وجمل بكم هذا الحف، وحفكم الله تبارك وتعالى وحفتكم ملائكة الله تبارك وتعالى وغشيتكم رحمة الله ونزلت عليكم السكينة في هذا البيت المعمور وفي هذا المقام المحمود، إذ أننا نحتفي بكتاب الله، نحتفي ببراعم تفتحت أذهانها وعمرت قلوبها بكتاب الله تبارك وتعالى حفظا ودراسة وعلما. الله سبحانه وتعالى أعطى لحامل كتاب الله كرامات، أذكر منها ما يحضرني تشجيعا واستئناسا لدفع أبنائنا وبناتنا هؤلاء الحفاظ إلى مزيد التألق ومزيد التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. وأشير أن هذه السنة تعتبر لدينا نحن كرابطة وطنية القرآن الكريم سنة متميزة، إذ أننا حظينا بأن يتوج ابننا عبد الرحمن فراس حمدان بأعلى معدل مغاربيا ليس تونسيا فقط، إذ أن في المغرب أول معدل بكالوريا كان 19.55 وأول معدل بكالوريا في الجزائر كان 19.33 وأول معدل بكالوريا في تونس كان 19.74 وحازه ابننا فراس وهو أحد حفظة كتاب الله، وقد توج سنة 2016 كأصغر حافظ لكتاب الله في الجمهورية التونسية. هذا ما ينتجه القرآن الكريم في بلادنا. إذن أعود فأقول أكرمنا الله سبحانه وتعالى نحن حفظة كتاب الله بالاصطفاء، كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كتاب الله لا يعطيه الله لأي كان، بل يعطيه لناس اصطفاهم وشرف قلوبهم بأن تحمل كتاب ربي بين طياتها. ثم كذلك الشفاعة، إذ أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك الرفعة، إذ أن حامل القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي وتكون منزلة القارئ، عند آخر آية يقرأها. كذلك المعية، إذ أن حامل القرآن مع السفرة الكرام البررة. هذه عطايا رب العالمين لحاملي كتاب الله تبارك وتعالى، فهنيئا لكل أب من كل شغاف القلوب، نهنئ كل أب أنتج برعم يحمل بين طيات قلبه كتاب الله تبارك وتعالى، وهنيئا لكل أم
أنتجت أيضاً بنتاً أو ابناً يحمل كتاب الله تبارك وتعالى، فهنيئاً لهؤلاء أباء وأمهات وأولاد، وهنيئاً لجمعية سيدي عبد الرحمن الحفيان بهذا النتاج. نحن دائبنا على هذا، نعلم جيداً مدى هذه الجمعية ونشاطها وكل ما تقوم به، ولكن لا ضير بأن نهنئ هؤلاء الأعضاء على رأسهم سيدي مراد، نهنئهم بهذا النجاح، نهنئهم بهذا العلو في مراتب حفظهم لكتاب الله تعالى ونظم الله تبارك وتعالى لأسمائهم جميعا في ديوان أهله وخاصته. نسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصته، وراه حتى المحب لكتاب الله هو من أهل الله وخاصته، والذي يشجع والذي يعطي المال والذي يقوم حتى الجهد البسيط فهو من أهل الله وخاصته، والذين شرفوا هذا البيت المعمور بالحضور فهم من أهل الله وخاصته. هنيئاً للجميع بهذا الحفل البهيج، حقاً هذا يطلد شيء، يطلد الصدر وشيء يرفع المقام، فهنيئاً لهذه الجمعية ولأبناء حمام الشط وللفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بابن عروس وللرابطة الوطنية للقرآن الكريم بتونس على هذا التتويج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع المقام، مقام هؤلاء جميعا، وأن يأخذ بأيدينا نحو الرفع ونحو حفظ شرف كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجمعنا جميعا إن شاء الله تعالى صحبة سيدنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، في مقام علي عند حوضه الشريف، ويسقينا حينها شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أنزل الله كتابه على قلبك ثم وصل إلينا بالتواتر إلى أن حفظناه نحن، ونحن أيضا بدورنا نحفظ لأبنائنا، وجيل بعد جيل يرقى في مقام كتاب الله تبارك وتعالى. وثقوا ثقة تامة أن الله سوف يجمعنا يوم القيامة في زمرة أهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ جمال، هو في الحقيقة تعقيبا على ما قاله فضيلة الشيخ جمال، هو أننا والحمد لله مع الوجه الآخر لشبابنا ولأطفالنا، في بقدر ما هناك من وجه نشمئز منه ونأسف له في بعض شبابنا وأطفالنا، هذا وجه آخر يبعث فينا الإطمئنان والراحة والأمل، ولنقول بحول الله أن تونس بخير ما دمنا مع هؤلاء والحمد لله. نأتي إذن الآن إلى فرع 60 حزب، والمرتبة قبل هذا أدعو كل من فضيلة الشيخ مراد جدلي وفضيلة الأخت سيدة فضيلة جملي أن تتقدم لتسليم جوائز هذا الفرع. 60 حزب على التفسير. المرتبة الثالثة هي من نصيب معز بن زيد، فليتفضل معز بن زيد. Thank you.
طيب أدعو أيضاً فضيلة السيد محمد عبد الشمد ليلتحق بنا لتسليم الجائزة الأولى، المرتبة الأولى في فرع 60 حزب، والتي زيادة على قيمتها المالية فيها عمرة لصاحب أو صاحبة هذه المرتبة الأولى. أدعو الأخت زينب بالحاج صالح لتتسلم الجائزة الأولى فهنيئا لها. هذا الحفل فرع القراءات، فرع القراءات كانت المرتبة الثانية والثالثة في نفس الوقت، هي بالتعادل من نصيب كل من زينب جبنون وحمودة بسيس، إلا أن سي حمودة بسيس تفوق نتيجة عدد القراءات، العدد متاعه في القراءات هو الذي ميزه، ربما نعتبره أنه صاحب المرتبة الثانية. إذن زينب جبنون صاحبة المرتبة الثالثة، سي حمودة بسيس المرتبة الثانية، بعد ما تكلمت حين تكلمنا بعض الكلمة عبرت حين الكلمة ونأتي إلى المركز الأول مثل ختام هذه الجوائز، وهو في نفس الوقت إضافة إلى المبلغ المالي هناك عمرة سيتمتع أو ستتمتع بها صاحب أو صاحبة المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هي من نصيب محمد فايد الشبيل، فليتفضل. يهديها الأم ولا البوه ولا الشيخ واللي خرّاه. طيب إذا بالنسبة للعمرة فضيلة السيد محمد عبد الصمد يقول يمكن إهداء العمرة للوالدة أو الوالد أو من يراه، فله أن يتصرف فيها من هذه الناحية، وشكرا على هذه الفرصة التي أعطيت للمتسابق. نهاية الحفل النصف إن شاء الله، وهذا النصف يفوح في أرجاء هذا الجامع المبارك. الحمد لله أن اختارني لأقدم اثنين من الكلمات اللي نشوفها أنا عنها خصوصية، والخصوصية خاصة الخاصة. التكريم الأول يتمثل في تكريم زوجة مثالية، أم مثالية، و
وأخت عالمة ساهرة على الدفع بنشاط الجمعية إلى أعلى المستويات كما يقولون، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. فسيدي الشيخ مراد الجندي قرة العين، ما فتن يسهر ويكاد من أجل أن تكون جمعية الشيخ عبد الرحمن الحيان تستقطب الكثير من أهالي حمام الشط وحتى من داخل الجمهورية، ونفعها يصل إلى مختلف أرجاء البلاد. فإذا كان سيدي مراد الجندي وفق ربي في أنه ينتقل جمعية هذه النقطة النوعية، فلورائه تضحيات كبيرة، وإذا كان نقول تضحيات لا بد وإنه أعلى التضحيات تكون من طرف زوجته، أم الأبناء والبنات، أختي الفاضلة نعيمة المناعة، يحق لنا أن نكرمها هذا التكريم الدنيوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجزاها الله عنا وعن الجمعية كل الجزاء. فبارك الله فيها وفي جهودها وفي بناتها، ويعجز الإنسان عن الشكر. رئيس هيئة جامعة الصفا لحمد الشط، أعني سيدي المنصف الشطي، ربي بارك لنا فيه وبارك في عمره وعلمه، كل مناسبة لازم سيدي المنصف يقدمها، ومهما تسابقت الفضائح بتاع الكلام باش يقدموا كما سيدي المنصف، إلا أن سر سيدي المنصف يبقى سيدي المنصف وحده. بارك الله فيك سيدي المنصف، ربي بارك لنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.